أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. ريهام سعيد تصدم جمهورها من جديد. في أخبار إن ريهام سعيد الإعلامية المشهورة في قضية فتاة المول قررت تستضيف سمية طارق الشهيرة بفتاة المول، وفعلا سجلت معها حلقة في برنامج صبايا الخير، وقريب جدا هيحصل مواجهة ما بينهم. شيرين عبد الوهاب تكشف عملية النصب. الفنانة شيرين استعانت بأحد الصحفيين ودته تسجيلات صوتية كشفت عن تفاصيل عملية النصب عليها في دبي، وبسرعة الصحفي نشر الخبر. ووضحت شيرين إنها تعمدت النشر عشان أي فنان ما يقعش في نفس الفخ اللي وقعت فيه شيرين. بسكال مشعلاني تخضع للعلاج الفيزيائي. الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني نشرت فيديو من خلال الفيسبوك وأعلنت فيه عن إصابتها في ركبتها، وهي دلوقتي تحت إشراف طبيب للعلاج الفيزيائي. محمد رمضان يمنع صفينار من وجودها في المسلسل. اجتمع محمد رمضان مع المخرج محمد سامي وطلب منه عدم وجود صفينار في المسلسل الجديد الأسطورة اللي المفروض ده هيتعرض في رمضان القادم، والمخرج وافق على طلب محمد رمضان. استقبال ماجدة الرومي في مصر. وصلت الفنانة ماجدة الرومي مصر علشان تقيم حفلة في الأهرامات 2025، وفاجئ جمهور ماجدة الرومي باستقبال قوي جدا، وأعلنت الفنانة بأنها هتتبرع بأجر الحفلة لبناء مستشفى تحمل اسم أهل مصر. شريف منير يهاجم فرقة أطفال الشوارع. هاجم الفنان شريف منير على حسابه الفيسبوك فرقة أطفال الشوارع بعد نشرهم فيديو استهزاء بإذاعة القرآن الكريم. علق شريف على الفيديو: ظلمتوا أولاد الشوارع. جوليا روبرتس حافية القدمين في مهرجان كان. وجهت الفنانة العالمية جوليا روبرتس رسالة ثقة بالنفس حول العالم. تعمدت الفنانة أن تظهر حافية القدمين في مهرجان كان في دورته 69. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.